الأب توفى، تمام، بس كان وساب أولاد قُصّر، لكن كان الجد كمان توفى. الولاية تروح لمين؟ ما فيش ولايه، ما مفيش هو ده ولاية. بتنفصل، ما ده اللي احنا بنقول عليه. هنا تبقى الوصايه، تبقى في وصايه بقى، في ولايه في جزء اللي هي الولايه عن النفس، بينفصلوا عن بعض. يعني لو بعيدا عن الفلوس، اه انا بسأل اسئله لان في ناس بتسألها وعمال بيبعتوها لنا دلوقتي. تمام. لو الولد والبنت او الولد صغير وعايز يسافر، اه ده بيحتاج وصي ولا ولي؟ لا، ما هو ما فيش ولي، الولي هو الاب والجد فقط. يعني عشان نصفر الام عايزه تسافر مثلا بره مصر، جالها مشوار، جالها شغل بره مصر، آه تمام، وعايز تاخد ابنها معاها، اه مين اللي يسمح لها تسافر؟ ما فيش ما يمنع لو هي معينه وصيه او وحاضنه في ذات الوقت. اه لو هي حاضنه، حاضنه ووصيه كمان. خلي بال حضرتك، ما احنا ممكن ما تكونش الام كمان حاضنه. لا، لو هي حاضنه، معلش دلوقتي، الوصايه يعني ايه؟ الوصايه حضرتك قلت ممكن تبقى من الاول مع الام بعد وفاه الزوج، يعني ايه تبقى مع الام؟ بتعيين من المحكمه. ايوه، قد يتقدم للوصايه للمحكمه اكتر من شخص. الغالب الاعم هي بتكون الام هي اللي بتتقدم. طب انا الام يعني تقدمت للوصايه بس الجد موجود وعايش، المحكمه هتديها لمين؟ لا ما في حاله الجد ما ينفعش ان هي تتقدم اصلا للوصايه، يبقى هي اوتوماتيك بتروح للجد لان هو ولي طبيعي، والولايه اعم من الوصايه لان هو ولي شرعي. اسف، هي اوتوماتيك بتروح للجد، بقى هو ولي كولايه. خلاص؟ كولايه. طيب ولي الجد شرعي. الجد مش موجود، هيبقى في اطراف هتتقدم بالوصايه للمحكمه لتعيينه باجر او بدون اجر.